زاد غيره قيل ما الغرباء؟ من الغرباء؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس. في اللفظ الآخر يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وفي حديث أبي ثعلبة للعامل منهم أجر 50، قيل رسول الله منا أو منهم؟ قال بل منكم. وأسباب ذلك قلة الأنصار والأعوان وكثرة المهالك والشبه وكثرة طرق الضلالة والدعاة إليها. فلهذا الصابر في آخر الزمان على العلم والعمل له أجر 50 من الصحابة، مثل أجر 50، لأنهم يجدون أعوانا وفي أول الزمان وفي أول مجيء الإسلام وفي نشاط الإسلام ونشاط المسلمين وقوة الإسلام وقوة المسلمين وكثرة الأعوان واندحار الأعداء. أما في آخر الزمان فالعكس، كثرة الأعداء وكثرة دعاة الضلالة وقلة الأنصار وقلة المعين على الحق مع كثرة الشبه. هذا صراع بين الحق والباطل في آخر الزمان شديد، فلا بد من صبر على ما تعلمه. فإذا عرف مما تعلم الحق ثم رأى ما يضاده حمد الله على بصيرة، وحمد الله أن جعلهم من عرف هذا الحق، ثم يعمل بما يستطيع من إنكار المنكر والدعوة إلى الخير حتى يحقق ما علم. وهذا يشمل ما يتعلق بالعقائد وما يتعلق بالفروع، وهذا مما يسبب عظيم الأجور وكثرة الحسنات لمن صبر واحتسب، ويبصره أيضا بالعلم يزيده علما. فإنه يوجد المتناقضات مما يعين على التوسع في العلم والتبصر ومعرفة الشبه لإزالتها والقضاء عليها ومعرفة السبل التي تعين على الحق وتهدي إليه حتى ينشرها بين الناس ويدعو إليه.